هل لدينا خزين من المياه يكفي ليشعرنا بالأمان المائي؟ خلينا نقول طبعا الخزين المتوفر حاليا يعني خلينا نقول من بداية هذا الموسم الصيفي بالتأكيد هو محدود ليس بالخزين الكبير، لذلك كانت هنالك عدة إجراءات اتخذتها وزارة الموارد المائية بالتنسيق والاتفاق مع وزارة الزراعة بتقليص مساحات زراعة الرز باعتبار العنبر باعتبار استهلاك كثير من المياه، كمية كبيرة جدا من المياه.